من عمان معي دكتور بهاء طبارة، استشاري الطب النفسي والاجتماعي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور بهاء. بالحالات النفسية اليوم، ما نسبة الحالات الميؤوس منها إذا صح التعبير التي يلجأ أو يهرب المريض منها إلى انتحار؟ خاصة بالفترة الأخيرة شهدنا حتى مشاهير، حالات عديدة من الانتحار لمشاهير. مساء الخير لكم وللمشاهدين. أهلا وسهلا. بالنسبة للانتحار، يعني هو احنا بنقدر نعتبره المرحلة الأخيرة اللي الشخص ممكن معها انه يظل على قيد الحياة. يعني هو شيء مناقض للغرائز الأساسية للإنسان اللي هي حب الحياة. فراح يكون أكيد وصل لمرحلة من المزاج السيء والحياة المتعكرة والمتوقفة، أو انه بيكون صار عنده مجموعة كبيرة من الاضطرابات النفسية الشديدة، من هلاوس أو أوهام أو جزء من الأعراض اللي بتصيب المرضى النفسيين وتخليهم غير مدركين لأفعالهم. كعلاج كطبيب نفسي، ما بعرف إذا ممكن ترفع صوتك شوي لو سمح الدكتور بهاء، كعلاج نفسي للحالات فعلا يعني تواجهكم حالات يعني ميؤوس منها، أو في كان تأخر كتير بالعلاج؟ يعني أنا ذكرت المشاهير لأنه قيل عندما يعني تم الحديث ونشر ما حدث كان في أطباء نفسيين عم بيستشيره لهؤلاء. نعم، هم المشاهير ممكن تكون الظروف اللي بتعرضوا فيها او بيوصلوا فيها للانتحار بتكون اشياء متعدده. قد يكون في مرض من البدايه زي الاكتئاب واشتد في مرحله معينه، قد تكون ضغوطات الحياه او الامور اللي بتساعده على انه يستمر في حياته بلشت تتوقف، او انه عدم قدرته في مرحله معينه من حياته على يعني استمرارية حياتي طيب بسبب ماذا تفعلون عندما تواجهكم هكذا حالة دكتور بهاء؟ يعني دائما الأطباء النفسيون يعني أول سؤال تقريبا، هل فكرت بالانتحار؟ يعني واضح بأنه هذه مرحلة يعني خطيرة جدا. بهكذا حالة ماذا تفعلون؟ نعم، في المرحلة هاي بنعتبر أنه الشخص وصل لنقطة النهاية. هون لازم تكون المساعدة مداعمة جدا من جميع الأطراف، من الطبيب، من أهل الشخص أو مصادر ومن تقنية الشخص الرعاية نفسه. ومن الشخص نفسه طبعا. بس أحيانا بيكون وصل لمرحلة غير قادر إنه يساعد نفسه، فهون المساعدة الخارجية بتكون ضرورية جدا، ودي الخطوة اللي لازم نبدأ فيها. ما راح نترك الشخص إنه يساعد نفسه. في المرحلة هاي بتكون مراحل العلاج بتكون دوائية، بتكون وقائية، بتكون فيها يعني التدخلات النفسية الأخرى من الأطراف. صحيح، من الأفراد وجهد شخصي إذا ما تمكن قبل الوصول كما قلت دكتور بهاء. يعني ممكن الوصول إلى مرحلة صعب بيكون فيها الشخص أصلا يقوم بجهد، واستشارات مع طبيب نفسي وأدوية كما قلت. يعني هنا نصل أيضا لموضوع الدواء، متى يجب على الشخص أن يلجأ لطبيب نفسي تفاديا من أن يصل لمرحلة يبدأ فيها بالتفكير الانتحار؟ متى يجب أن نتنبه إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي؟ هي في البداية بتكون عبارة عن أفكار، ممكن تكون هاي الأفكار بحدتها القليلة مؤشر إنه خطأ عماله بصير. قد ينتبه لها المريض نفسه وقد ما يظهرها. في مؤشرات خارجية بتكون الأهل إذا كان عندهم رابطة جيدة مع المريض في البيت وهم يعني عندهم الحرص الكافي يتنبهوا لها. وممكن طبعا في المرحلة هي ما ينتبه المريض انه نفسه يعني يساعد حاله، بيكون في تدخلات في انه ينصحوه بمساعدة نفسه او انه هم يساعدوه شخصيا او بشكل مباشر. هاي الشغلة اللي ما يعني ما بتترك فيها احتمالات لانه ممكن تختفي لحالها او مؤشر خطر. هون معدل الخطورة بداية بترتيب العوامل. نعم طيب،
أنا أشكرك جزيلا من عمان دكتور بهاء طبازة استشاري الطب النفسي والاجتماعي.